إذا مسافرين مرحبا بكم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث التوقيت المحلي هو 8:40 دقيقة مساء ودرجة حرارة خارجية 35 درجة مئوية. أعزائي المسافرين مرجو من حضراتكم إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة حتى تطفأ إشارة ربط أحزمة المقاعد، كما نرجو التأكد من جميع أمتعتكم الشخصية معكم قبل مغادرة الطائرة. قائد الطائرة كابتن جيو وملحو يتوجهون إليكم بالشكر لإعطائكم الخطوط العربية السعودية هذه الفرصة لخدمتكم، كما نتمنى لكم طيبة الإقامة ويسعدنا أن نراكم قريبا على إحدى رحلات السعودية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.